يا جماعة وديلكم في منتهى، أنا مصاب بفيروس الكورونا سراسة بلد العظمة وبلد التكنولوجيا والمستشفيات. العالم عم بتموت من الكلاب بالمستشفيات، موضوع مش مزحة. أنا حرارتي هلأ 39.5، طلبت من نص ساعة ما أجوا، لهلأ لا أجوا، وقالوا لي بنعتذر. اثنان بالطابق كله، يعني حيصير فينا بعد شوي مثل إيطاليا، بينقوا مين بيحكموا مين ما بيحكموا. الموضوع مش مزحة أبدا، عم شوف الاستهتار والاستنشاق بالموضوع بلبنان والعالم والتجمعات والظهرات. موضوع مش مزحة أبدا، الله لا يدوق على حدا. ما بعتقد حدا بيقدر يتحمل الوجع اللي بيعمله. فيرضى عليكم يا جماعة، يا جماعة الخير، اعدوا ببيوتكم، الموضوع مش مزحة، اعدوا ببيوتكم.